السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة اسبوع الحقن الفيتامين. طبعا هحاول ما اطولش في الفيديو بتاع النهاردة بإذن الله، عشان احنا عارفين الشرح مع بعض، يعني ده هيبقى فيديو كده هنعبي ونعطيه على طول. بعد كده هنطلع الهواء كده. الحقنة بتاعتي جاهزة، هجهز منديل او قطنة بكحول. دلوقتي هنقسم مع بعض الإليا وهنشوف هنعمل الحقنة ازاي. دلوقتي هنقسم الإليا مع بعض، هنقسمها اربع اجزاء. هندي في الربع العلوي الخارجي، كانت واخده هي حقنه فوق خالص بعيد عن الربع العلوي، فالحمد لله ان ربنا ستر وان هي عدت على خير. يعني هنعمل مسحه في اتجاه واحد او بشكل دائري. فتحه السرنجه بيكون السن بتاعها لفوق. همسك المكان اللي انا هعطي فيه، تمام. هبدا اثبت ايدي وادخل بالسرنجه. بسم الله، معلش كده. انا الحقنه بتاعتي تمام اهي في مكانها الصحيح. الحركه المهمه قوي ان انا لازم اسحب نقطه هواء، ما ظهرش حاجه زي ما انتم شايفين غير نقطه. اسحب لورا، لو ظهر نقطه دم بخرج بالحقنه، ما ظهرش زي ما ظهر نقطه هواء صغننه في القاعه كده، كده يبقى انا في المكان الصحيح وادي الحقنه بتاعتي. معلش حاولي بس ما تشديش نفسك، معلش استني. بعد كده بخرج وبضغط لمده دقيقه، معلش بالشفا ان شاء الله. وكده بيكون فيديو النهارده خلص. اتمنى لو عجبكم ما تنسوش لايك للفيديو واشتراك للقناه، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد على خير.